اليوم تندفع سيداتي سادتي. اذا الجياد والافراسي لاربع سنوات فاكتر على كاس الامير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن المؤهل لشوط يوم في امسيه كاس السعوديه على مسافه ال 2100 متر. اندفاع تبدا مع ستيب باي ستيب، يبدا الانطلاقه مع السياج في مطارده من جروسر جاك في المرتبه الثانيه، كذلك ظهور لكلوفز اوف فيوري في المرتبه الثالثه، وظهور لذا كوفيكس كي في المرتبة الرابعة، وكذلك فلاينج فيزيت يأتي إلى المرتبة الخامسة بهذه الصورة، كذلك نيبال بارك يبدأ أيضا إلى المرتبة السادسة. هنا اندفاع لجروسر جاك يتقدم المصنف 105 هنا بطول كامل، المطاردة من ستيب باي ستيب وكذلك من جلوفز أوف فيوري في المرتبة الثالثة بهذه الصورة. جميع هذه الأسماء تبحث عن بطاقة التأهل لشوط يوم في أمسية كاس السعودية القادمة. هنا الصدارة لجروسر جاك على كاس الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن يرحمه الله. هنا اندفاع جروسر جاك بطول في المرتبة الأولى، والمطاردة من كلوفز أوف فيوري في المرتبة الثانية، يبدأ ظهور فلاينج فيزيت في المرتبة الثالثة مع قدوم كذلك لداكوفيكس كيد، يأتي إلى المرتبة الرابعة مع محاولات بير أوف ذا دراجون للوصول لمركز متقدم، مع قدوم فيرست مينستر أيضا إلى مركز متقدم بما الصدارة لجروسر جاك. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام تبدأ الإطارة الندية، هنا الصدارة لجروسر جاك بطول وربع طول، هنا اندفاع من بير اوف دار دراجون من الخارج مع قدوم ذا كوفيكس كيد، يأتي لاندفاع للصدارة مع جروسر جاك صاحب الصدارة حتى الآن. اندفاع ذا كوفيكس كيد من الخارج فيما ممسكا جروسر جاك بالصدارة، من تذهب البطاقة الثانية لشوط يوم في أمسية كاس السعودية. إنه جروسر جاك، جروسر جاك، من جاك؟ إلغال جاك، إلغال جاك. إذن جروسر جاك يذهب إلى البطاقة الثانية لشوط يوم في أمسية كاس السعودية عبر الشوط الخامس لكاس الأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن. ألف المبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.